إيمانا بأهمية استكمال التعليم مهما بلغت صعوبة الظروف التي تمر بها البلاد، بدأت الامتحانات في مدينة الزنتاني بكلية التربية والعلوم والتي شكلت لها لجان فنية من كبار المعلمين والدكاترة بجامعة الزنتان، بالإضافة إلى اللجنة العليا لمكافحة كورونا ومديرية الأمن بالزنتان لأغراض مراقبة ومتابعة سير الامتحانات وسط جائحة كورونا. الإجراءات الاحترازية بمكافحة جائحة كورونا اللجنة متخذة إجراءاتها بالتبع تعليمات اللجنة. الأمور يعني إذا تصير كويس عندنا غرفة تبع الوزارة مكاتب التواصل يوميا نبعث في تقارير ونبعث في صور على سير الامتحانات والأمور كويسة إن شاء الله ماشية. بناء على قرار الوزارة طبعا بإجراء الامتحانات بكليات جامعة الزنتان طبعا وأسوة بباقي الكليات في ليبيا، طبعا قمنا احنا كلجنة طبية علمية بالجامعة بزيارة الكليات المعنية بذلك وهي كلية العلوم بالزنتان وكلية التربية بالزنتان طبعا وباقي الكليات التابعة بجامعة الزنتان اللي هي في مناطق أخرى خارج بلدية الزنتان. إدارة الجامعة وفرت أيضا بعض الاحتياجات رغم عدم صرف العهد المالية من قبل الوزارة، إلا أن الامتحانات تسير بالشكل المطلوب. الإمكانيات احنا قاعدين نشتغل بإمكانيات الجامعة، لحد الآن ما فيش عهد مالية أو فيها يعني أي إمكانيات جت من وزارة التعليم للأسف، وزي ما عارفين أنتم طبعا كل شيء هو المحرك المادي لأي عملية باش تنجح لازم تكون فيه إمكانيات وفيه كذا، لكن الحمد لله احنا ماشيين بشكل ممتاز لحد الآن. استطلاعات وجهت للطلبة من مكاتب الأعلام المكلفة بخصوص الأسئلة الاسترشادية، تبين فيها بعض الاستياء من قبل الطلبة في أول يوم للامتحانات، وهذا بسبب وجود بعض الأسئلة غير الموجودة في الأسئلة الاسترشادية الموزعة عليهم، ورغم ذلك ما زال الوضع يسير بشكل ممتاز وسط انضباط ووقاية طبية ومتابعة دقيقة لسير الامتحانات بمدينة الزنتان وفقا للمسجل العام بإدارة جامعة الزنتان.